ولقد انتهينا من الصلاة والآن سوف أقوم بارتداء حذائي، بعد ذلك سوف أتجه مباشرة إلى سيارتي وأخذ الطريق إلى منزلي لكي أرى أولادي. وأنا عدت بعدما لبست حذائي، تقبل الله مني ومنكم الصلاة يا أصدقاء، لذلك الآن سوف أتجه إلى سيارتي. كما قلت لكم سيارتي فإنها موجودة هناك، وكذلك يا أصدقاء أريد رأيكم في هذا المسجد الجميل جدا، لقد فتح فقط في هذا الأسبوع، لذلك أتيت له وصليت فيه لكي أكون من أوائل المصلين. في العموم هذه هي سيارتي يا أصدقاء. أوكي هيا بالسرعة بالسرعة اركب، جميل جدا. والآن كما قلت لكم سوف أتجه إلى منزلي مباشرة، ومع كامل الأسف منزلي فإنه بعيد جدا ويوجد في الجبال، لأن كما تعرفون يا شباب الشراء في وسط المدينة فإنه غالي جدا، لذلك اضطررت أن أبتعد كثيرا عن المدينة وبعد ذلك أن أقوم بالشراء فيلا جميلة جدا وأن أقطن فيها وأسكن مع أولادي هناك. وبصراحة وجدتها من الجنة والناس لأنني ابتعدت كثيرا عن ضجيج المدينة وكذلك دخاخين السيارات إلى غير ذلك، وهذا أفضل شيء على الإطلاق. وطبعا سوف أسرع لأنني اشتقت إلى أبنائي وكذلك زوجتي الجميلة جدا. هيا هيا بسرعة. وهناك موضوع أريد أن أناقشه معكم في الطريق يا أبطال، هو أنني أصدقاء عندما دخلت للمسجد مع كامل الأسف لم أجد العديد من الناس. نعم هناك فقط أناس محسوبون على رؤوس الأصابع. واو لماذا الناس تهمل المساجد ودائما تمشي إلى ستريت كليب وتخسر مالها على الفتيات وكذلك على شرب الخمر؟ فهذا الشيء ليس جيد على الإطلاق. نعم يا أبطال، لأن الله مهما أعطاهم النقود لكي يخسروها على الفتيات في ستريت كليب، فيوما ما سوف يستيقظون ويجدون تلك النقود لقد ذهبت. وأنا في طريقي أصدقاء للمنزل، وكما تشاهدون الرعد والبرق وكل شيء أصدقاء، الجو فإنه رهيب جدا وكذلك مع كامل الأسف. أوه هذه بقرة، لاحظوا يا أبطال الذئاب في الطريق، فهذا الشيء يرعبني كثيرا. هيا هيا أزحن الطريق، إنه لا يريد يا أصدقاء أن يخرج من الطريق. سوف نبطئ سرعتنا وننتظر حتى يذهب هذا الذئب. هيا الجو بصراحة فإنه يخيفني كثيرا. أوه إنه الأذان يا أصدقاء، نعم إنه أذان العشاء، يجب علي أن أقوم بالصلاة، لكن أين؟ فهذا الجو يا أبطال لن يساعدني في الصلاة ومنزلي لازال بعيد كثيرا. ماذا عسي أن أفعل الآن؟ بصراحة لا أعرف، أنا الآن في خلاء ولا يوجد أي مكان لكي أذهب إليه لكي أصلي، لا أعرف بالضبط. ومع كامل الأسف أنا أصلي جميع صلواتي في الوقت، لذلك ماذا عسي أن أفعل؟ لا أعرف بالضبط يا أبطال. أوه بصراحة أنا محتار الآن، لأن الوقوف في هذا البرق يا أصدقاء فإنه شيء خطير. ماذا عسي أن أفعل؟ سوف أقوم بالوقوف هنا وسوف أصلي هنا، بعد ذلك يا أبطال سوف أخذ طريقي وأذهب إلى منزلي، وأتمنى أن تقف قليلا الشتاء وتتركني حتى أصلي العشاء، بعد ذلك تعود إن أرادت أن تعود. المهم سوف أصلي هنا لأن هذا المكان يظهر لي نقي بعض الشيء كما تشاهدون معي، لذلك على بركة الله. وكذلك يا أصدقاء لاحظوا هذا المكان فإنه مخيف جدا وأنا في قمة الخوف، ولكن صلاتي هي الأولى.
الحمد لله، أنا أحمد الله وأشكره لأنه يا أصدقاء جعل ذلك الأسد يبتعد عني ويتركني لكي أصلي، والحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله، بصراحة كنت خائف جدا منه، ولكن عندما اقترب مني قررت أن أقوم بإتمام صلاتي ولا أقفها، وحتى إن أخذ روحي فإنه سوف يأخذها وأنا ساجد. لذلك يا أصدقاء الحمد لله، ربي أنعمني وكتب لي عمر جديد ولم يجعل ذلك الأسد يأكلني. وأنتم أيضا يا أصدقاء لم تكون تصلون، المرجو منك بدؤها الآن، ولا تقول اللهم اهديني أو سوف أبدأها غدا، بل ابدأها من الآن يا صديقي لكي يفتح عليك الله أبواب الرزق وكل شيء تتمناه في هذه الدنيا. نعم، الصلاة هي كل شيء في هذه الحياة. وأتمنى أن فكرة هذا المقطع عجبتكم، لا تنسوا الضغط على زر لايك وكذلك الاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك حتى نصل إن شاء الله إلى أزيد من 200,000 مشترك على القناة. وكذلك انتظروني في الجزء الثاني، ولم يتبقى إلا أقول لكم محمد داوي يحييكم، وشد على يدكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله.